أنا كل الشاكر لجهودكم، الأعداد اللي عندكم المسؤولية كبيرة جدا، بالتالي أنتوا لازم مهيئين عندكم خطة رصينة حتى تحافظون على عملية الامتحان وتطلع بنجاح عالية بإذن الله. نتكلم عن الانترنت بالبداية، قطع الانترنت، احنا ما عندنا غير وسيلة انه فقط نقطع الانترنت حتى نقدر نحصن قضية الاسئلة وما تسرب الاسئلة. دكتور احنا عندنا كل الوسائل بالمناسبة. أي. يمكن البعض يقول لك احنا يجوز من بقية الدول ما قطعوا، يعني ليش ما قطعوا بقية الدول العربية؟ أي نعم. بقية الدول عندهم اجهزة حديثة للتشويش، ممكن انه يخليه بالمركز الامتحاني على قد المركز الامتحاني ما يقدر يجينا الاتصال. نعم. لكن بالعراق مثل هذا العدد اللي أقول لك إياه، أنا عدد كبير، 50,000 قاعة، يراد لي 50,000 جهاز تشويش. نعم. نقدر نوفر إحنا؟ إذا نقدر من باكر نقول لهم الوزارة الاتصالات أطلقوا الإنترنت. طيب. إحنا بالحقيقة أيضا يعني من خلال الأسئلة مالتنا. نعم. يعني أنا يعني وزارة الاتصالات كل الشكر والتقدير لهم. نعم. أنا بالأربعة شو أسوي بي؟ بالخمسة الفجر شو أسوي بي؟ يقطعون الإنترنت. طيب. بالستة الصبح شو اسوي بيها؟ طيب انا اريد فتره قبل الامتحان. أي. وساعه من الامتحان يعني حتى يسمعونا وزاره الاتصالات. بالأربعة انا ما احتاجه. اذا سربت الاسئله عندي خلي اقول لك اياها. اي سربت بالأربعة بالثلاثة بالخمسة بنفس اللحظه عندي اعرف من وين اطلع الاسئله ومن يا مكان طلعت وعندي البدائل. كلش تمام. انا اريد بهذا الخصوص. احنا اليوم انتو طبعا الاسئله اكو بها اي بي سي، يعني اكو نموذج اول، نموذج ثاني، ونموذج ثالث، ثلاث نماذج. نعم. اكو بعض مواقع التواصل الاجتماعي يطلع لك اسئله اصلا هي مو الاسئله الحقيقيه، لكن بسبب مواقع التواصل وحتى الطالب يتوهم ويجاوب جواب خاطئ. عاشت ايدك. فلازم هذه اهم نثقفها للطالب. انت جاوبتني هسه نيابه عني. أي. احنا نخشى من الطلاب انه قبل الامتحانات بعض اللي خربوا عقول طلابنا. نعم. ذول اللي الان يروجون الى الاجهزه الغش الالكتروني. نعم. سماعات واقلام واحزمه ترى كلها مكشوفه عندنا كلها بالمناسبه. مكشوفة. أي. فانا اقول لهم ابتعدوا حبايبي عن هذا الموضوع. فاحنا قادرين على انه نكشف الغش الالكتروني، لكن موضوع الاسئله من يطرحوها قبل الامتحان وتدري تناقلوها كل الطلاب باوع هاي الاسئله وراح يركز علينا وراح يطلع مهن راح يربك. لأن احنا حتى مو هي هذه الحلقة يا دكتور، هذه مو فقط حتى نسلط الضوء على الامتحانات اخواني، هذه واحدة من الامور التثقيفية. ترى وزارة التربية ممكن عندها اسئلة وممكن لربما تتسرب هذه الاسئلة، بس عندهم نموذج ثاني، يعني ممكن هذه الاسئلة تكون صحيحة بس من تجي راح تنصدم اكو نموذج ثاني. اكتشفت الوزارة تسربت الاسئلة راح يعطوك النموذج الثاني، انت مركز بهذه الاسئلة فما راح تجاوب. صح. اعتمدوا واقروا، ترى هي فترة الامتحانات واحنا كنا مرينا بالامتحانات كلنا مرينا بيها. اقرأ اكو مثلا مقترحات، اكو مثلا اكو اشياء مشخصة الاهمية بالمواد وممكن انه انت تدرسها. تمام. انت ذكرت نقطة مهمة دكتور، قلت انه في حال تسربت الاسئلة راح نعرف من اي نقطة تسربت. نعم. شنو هو الآلية اللي تعرفه من خلالها؟ تدري هذا جانب فني زين، يعني ما راح يعني نقدر نتحدث به، بس اقول لك هاني انه احنا عندنا ارقام ورموز لكل مديريه. جيد. لكل مركز امتحاني. جيد. عندنا باركود على كل طالب من الطلاب. نعم. يعني خلي اقول لك بصراحه كشفنا قبل فتره اثناء الامتحان. اي نعم. طالب من الطلاب طلعها مباشره، رحنا على الطالب قال اني يعني فعلا طلعتها واني أخطأت. أنا راح أجيك. أنا ماني طلابنا يعني أستاذ عماري جازف ويتوقع أنه الوزارة أو يتوقع من الناس اللي يروجون بالمواقع أنه هاي ما تنكشف وهاي هذا الجهاز، أقول له لا، إحنا كل الوسائل عندنا ويا ابني يا أوليان الأمور الكرام نقول لكم ابتعد عن هذا، إذا ابنك غير جاهز ممكن وزارة التربية تنطيك فرصة ثانية الى الدور الثاني ممكن العامل القادم، لكن لا تخسر مستقبلك. مو النجاح خلي اقول لك اياها، يعني النجاح ممكن الطالب ينجح، بس انا اقول لكم احنا نريد نعلم.